أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انصروا دين الله. هنا نتعاهد على الصدق والصراحة. سؤال. هل تعجبك أحوال المسلمين في العالم اليوم؟ بالطبع لا. طب سؤال. هل تظن أن السبب فيما يجري على المسلمين اليوم هو بعدهم عن الدين وتنكرهم للشرع؟ بالطبع نعم. طيب سؤال. هل تظن أن أوضاع المسلمين اليوم في الدين والأخلاق والاقتصاد والعلم والتقدم، هل تظن أن أوضاع المسلمين النهاردة تؤهلهم للنصر والاستخلاف في الأرض؟ بالطبع لا. طب سؤال. هل تظن أن الإصلاح وارد؟ ممكن يعني؟ والجواب بالطبع لا. إذن ما هو السبيل لإصلاح الأرض؟ كثفوا الكلام التوحيد، علموا الناس عقيدة التوحيد. إن السواد الأعظم من أبنائنا من أهلينا يعيشون في الظلام. معاشر الإخوة الأعزاء، في الوقت الذي تعتصر فيه قلوبنا حزنا وحسرة على ما يفعله أعداء الأمة بالمسلمين، في الوقت الذي نتألم فيه للأنباء المفزعة والأخبار الموجعة، لإصلاح ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المفلحون. معنى أن غيرهم ليسوا بمفلحين. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن أمة دعوة، كل فرد منا يمثل أمة. أين إعلام الأمة؟ أين الفضائيات التي تخاطب أهل الأرض بلغاتهم؟ هؤلاء يجهلون ديننا ويجهلون قدر رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا تخشى شيئا على المصطفى، فإن الأرض تدافع عنه، وإن السماء تدافع عنه، وإن الأنعام تدافع عنه. رسول الله يؤذى تحت سماء الله وفوق أرضه. الأمر عظيم. قد شاء ربي تبارك وتعالى وقدر أن يظهر عبر هذه الفضائيات وعبر هذه الوسائل الإعلامية المعاصرة الحديثة، أن يظهر حقيقة الغرب الذي كان أسطورة وإكسيرا للسعادة عند الكثيرين. شاء ربي تبارك وتعالى أن يبين حقيقة هؤلاء، لتحقق الأمة من جديد عقيدة الولاء والبراء. والله العظيم يا أمة محمد، والله العظيم لو أمنا وفقنا وربنا رأى مننا الخير، والله العظيم هينتقم منهم في الدنيا انتقام لا قبل لهم به. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما هو السبيل لإصلاح الأرض؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله ما مدحنا محمدا بكلامنا، ولكن مدحنا كلامنا بمحمد. فلن يضر السماء نبح الكلاب، ولن تطال السماء يد شلاه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يدخرون جهدا في إفسادكم، ودوا ما عنتم يتمنوا لكم العنت والمشقة والتعب، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم يبين العالم أنه لا يريد قطع رقابه، ولا يريد صلى الله عليه وسلم قتل أبرياء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أخذ أيديهم إلى الإسلام. إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يمثل النمور
ذات الأمثل للبشرية كلها. ما هو السبيل لإصلاح الإصلاح؟ الأمة قصرت، الأمة فرطت، إنها أمة ممزقة الأشلاء، ابتعدت كثيرا عن منهج الله ورسوله في كتابه وسنة نبيه. لو أن الناس أو الأمة اجتهدت في إعداد علماء المستقبل لكان ذلك خيرا وبركة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، دائما وأبدا علامة خير بالعبد وعلامة خير بالمرأة المسلمة أن تتجه وأن يتجه إلى الفقه في الدين. ولقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نحن نريد أن نؤكد في نفوسنا ونفوس مستمعينا جميعهم والدعاء هؤلاء المستمعين خصوصا، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، ما لم يتوج صاحبه بأخلاق فلا قيمة لهذا العلم. ما هو السبيل لإصلاح الإصلاح؟ إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواه، يا لعرض الإسلام كيف يراه، قد هوينا لما هوت وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والسمراق. ما هو السبيل لإصلاح الإصلاح؟ الحل إيجاد الرجال ذو الفقه والبصيرة والقوة في الدين والصلة القوية بالله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ودستورا، ونحن على ذلك من الشهد.